بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان لي ماركوس تبع سي سي 231 لابس بالأكسس كنترول ليست الإكستندد، وبعدنا بالنمبر. كنا درس الفيديو الماضي عملنا إنه منعنا جهاز 10، هذا الجهاز يحكي مع هذا الجهاز. بس بدنا نطور شوية صغيرة في الموضوع. شو بدنا نطور؟ خليني بس بدي أحط سيرفرات. هذا سيرفر، أعطيني إياه هون ووصل لي إياه. وصل لي اياه. وبدي سيرفر ثاني كمان. خليني هذا السيرفر هون كمان، بدي اياه بناء على شغلين. ونحطه هيك ونوصله على جي 014، ما فيش مشاكل. وسيرفر ثالث بدي اياه بفيلان 20. تمام، ونوصله ب 5. طيب ممتاز جدا. يبقى هذا السيرفر واصل بجي 10/4، هروح احطه بفيلان 10 بس. قال له برومبتي الانترفيس جي 10/4 سويتش بورت اكسس فيلان 10 على السريع، وسبانينج 3 عشان بس ما يعطلناش. اوكي، وهذا 5 حط فيلان 20 انترفيس جي 10/5. قال له اي عفوا سويتش بورت اكسس فيلان 20 وسويتش بورد او سبانينج 3 فوركاست. بس نعجل شوي في الامور. وال دبليو ار ما فيش مشاكل. خليني هذا احط له، هذا ماخذ 11 10، خليني هذا اقول له 200 11 200. انا السيرفر بحب احط 200 كل كورساتي. انا اقول له 192.168.11.200. الجيت واي تبعه يكون 192.168 دوت 11.1. دي ان اس مش محتاج، كله سكر. وهذا سيرفر 1 بلان 10، هنحط نقول له 192.168.10.200. والجيت واي 192 اس في اي 192.168.10.1. تمام. وبالبيلدينج 3 هذا ملوش اي فيلان، هذول نيتف فيلان كلياتهم، ف احطه عادي ديسكتوب. قالوا 192.168.3.200 برضه، فالسيرفرات كلها انا معطيه 200، الجيت واي تبعه 192.168.3.1. اوكي تمام. المفروض هذا اصلا يكون في بينج، لانه اوريدي اصلا في راوتنج في او اس بي اف بيناتهم من الدروس الماضيه، رجع لو سمحت. وحنروح هون على الكوماند نسوي اللي يكون له بينج 192.168.20 عفوا دوت 11 دوت 10 على يفنق. ولو راح فنق ال 200 المفروض يفنق كمان 200، درجة 200 المفروض يفنق. اوكي، واحد للعرض تمام. هلا اكيد ما راح يعمل بينج لا فيلان 10 اللي هو الهوست تبع فيلان 10. اذا بتتذكروا كان 10 من الفيديو الماضي كنا عاملين اكسس تيست بتمنع، وقلنا بينج بينج 10 10. ف يمكن انا شلته، يمكن نشيل الاكسس كنترول ليست. خلينا نشوف انه وين هون بينج 192.168.10.10. لا عفوا عفوا، هون سمح البينج صحيح. ليش؟ لانه الديستنيشن تغير. انت هون شو قايله بالاكسس ليست؟ تعال نجرب هذا من الفيديو الماضي، لازم تكون عم تشوف الفيديو الماضي. تعال نروح نشوف هون انه شو اي بي اكسس ليست. لاحظ بال، لا عفوا، شو اكسس ليست. اوكي، قال لي انت قايل ديناي للاي بي هوست من كم؟ من 192.168.10.10. حلو، وهو رايح على
1 2 3 3 دوت 10، تمام؟ اللي تغير في المنظومة هاي عندي مين؟ السيرفر ديستنيشن سيرفر 1.216.3.200، فهو أصلا ها حتماتش هون، حتماتش بالبرميت اي بي اني ان. ليش؟ لأنه أنت هون قايل له السورس 10 10 اللي هو الجهاز هذا اللي 10، تمام؟ رايح للديستنيشن هون، يعني حتى لو أنا بنكت من السيرفر الفي ان 10 هذا، بنكت السيرفر الثاني حيبنك. تعال نشوف، قول له وين سي ام دي هون، قول له بينج 192.168.3.200، تمام؟ بنى. ولو قلت له بينج 192.168.3.10 جهاز الكمبيوتر اللي اوريدي كنت حاطه بالاكسس ليست، تمام؟ هذا برضه عامل لي بينج. ليش؟ لانه السورس غير، هذا السورس تبع 192.168.10.200، فانت هون بالاكستندد انت هون محدد له، وهذا طبعا اول سبب احسن من الستاندرد، حدد له السورس ومحدد له الديستنيشن، تمام؟ فعشان هيك الامور عندنا تمام وماشي. طيب تعالوا نشوف نغير نظبط بس بهاي الاكسس ليست. خليني امسحها، كيف ممكن امسحها؟ بقول لك مفتي نو اكسس ليست ورقمها 100 كان، وادخل لي على انترفيس جي 0 سلاش 1 كان، قول له نو اي بي اكسس جروب مين في اتجاه كان الان، تمام؟ هيك المفروض هذا بيقدر يعمل بينج. اوكي، هون رجع يعمل بينج مش من الاكسس ليست. لو انا الكيس عندي كان بي سي فيلان 10، بدي امنعه يعمل بينج لبي سي فيلان لهذا البي سي ولهذا البي سي، تمام؟ فكيف ممكن اعمل هاي الطريقه؟ او خلينا نقول نسمبلها شوي، خلينا نبسطها. البي سي فيلان 10 احنا كنا مانعينه انه يوصل لها، بس بدي بي سي اللي بهذا الفيلان بهذا 192.168.3.10 يقدر يبنق على هذا البي سي عادي كبينج. هون احنا عم نحكي، طيب كيف هون نعملها؟ هون قال لك شوي الموضوع حيختلف. هتقول له اكسس ليست ماله مين ماشي، حط لي كويستشن مارك، قول له ديناي. ديناي شو؟ ديناي يا سيدي اي سي ام بي، شايف بروتوكول اي سي ام بي. قال لك مين السورس؟ قول له 192.168.10. هذا كسورس، ممكن تقول له هوست اسهل لك بما انه جهاز كمبيوتر واحد، قول له هوست 192.168.10.10 ماشي. مين ديستنيشن؟ نفس الجهاز الكمبيوتر هذا 192.168.3.10، اعمل لي كويستشن مارك، بده الوايلد كارد. اوكي، احط لي اياها هوست عشان ما تاخذش وايلد كارد. اوكي هوست، تمام، قول له كويستشن مارك. هون بقول لك شو بدك تعمل، ايكو ايكو ريبلاي هوست ان ريتشابل بورت ان ريتشابل تي تي ال اكسيد ان ريتشابل، شو بدك اياه؟ انا بدي امنع الايكو، هذا ايكو ريكوست يعني وهي طالعه، الايكو ريبلاي ما بدي امنعه. اوكي، فبقول له ايكو، ماشي، ارجعوا لي اكسس ليست ماله مي بيرميت اي بي اني اني، قلنا اي بي شامل كل شيء، لاير 4 ولاير 7 يعني خلاص بيسمح لكل شيء. قول له تمام، فوت لي على انترفيس جي 0 سلاش 1 وين اللي هي هاي براوتر 2 الانترفيس الداخلي. اوكي هاي عشان بس تكونوا معي، لان انا مش حاطط انترفيس نمبر عشان الرسم، هاي جي 0 سلاش 1 يعني انا عم بطبق اقرب ما يكون للسورس. فراح اقول له اي بي اكسس جروب ماذا اذا رقمها 100 باتجاه ال ان، قول له انتر. طيب تعال قول له بينج هذا الاستنشن اصلا الشبك، قول له ماشي. تعال ابنج من هذا بي سي 1 هذا على البي سي 1، كان بالاول ما يعمل لي بينج. اوكي هلا صار في بينج. هلا ليش صار في بينج؟ لانه انا ما مانع الايكو ريبلاي. تعال نشوف، قول له
شو اكسس ليست. انا شو قايل له ديناي اي سي ام بي هوست من 192.168.10 اللي هو هذا الجهاز الكمبيوتر بي سي 0 رايح على الهوست 192.168.3.10 ببيلدينج 3 هذا بي سي 1. بس شو الاي سي ام بي، انا مانع الاي سي ام بي، اي نوع من الاي سي ام بي الايكو الرساله هي طالعه ماشي، الراجعه انا ما مانع. طب الراجعه كيف حتكون؟ يعني هذا اجى راح بالضبط، راحت الداتا طلعت منهم، راحت هون في راوتينج طبعا او اس بي اف، نزلت وصلت لعنده عمل بينج هذا ايكو ماشي. الايكو معمول له بلوك باتجاه الان مش الاوت، فانا هيك طلع الترافيك من هون اوت اوكي تمام، دخلت بدها ترجع في ايكو ريبلاي، وهي رايحه فاتت ان هون لقت اكسس ليست. الاكسس ليست شو بتقول عندي؟ تعال نشوفها. دخل على الاكسس ليست على الجدول، قال ديناي اي سي ان بي هوست من السورس 10، قال له تمام من السورس 10 وهوست رايحه 3.10، ما هي الايكو ريبلاي رايحه 3.10 مظبوط، قال له بس من نوع الايكو، اما قال له لا انا ايكو ريبلاي يبقى مش هشوفها، هينط على الستيتمنت اللي تحتها هيلاقي بيرميت اي بي اني اني شغال قام سمح بالبينج. شفتوا الفرق بين الستاندرد والاكستندد بهاي الطريقه؟ فهي كانت يعني جميل الموضوع فيها. طيب هنكفي سيناريوهات ثانيه عن الاكستندد، بس خلينا ناخذ النيم، هناخذ النيم بالفيديو اللي بعده، نفس اللي بتقدر تطبقه على النمبر بتقدر تطبقه على النيم، بس النيم يعني اسس شوي. وبرضه هو نفس النظام، اذا بدك تعمل تمحي الاكسس تيست بنعرف كيف، اذا بدك تضيف ستيتمنت يعني هون اذا بضيف ستيتمنت عليها برضه نفس الشيء، قول لكم عرفتي قول له اكسس ليست مي نفس الاكسس تيست نمبر لازم تكون عفوا هون ما في تحط له يمكن سورس، خلينا نجرب شغله، لا ما نقول له ديناي، اعطيني ديناي هاي اعطيني كوبي اوكي كله اكسس ليست مي نروح هون مش هيكون في برا ما فيش طيب خلينا نشوف اكسس ليست مي برضه لا هاي مش راح تقدر المسح فيها، هاي بدك تمسح كوماند وبدك ترجع تحط بقلبه، فكان حيكون حل بالنيم. خلينا نشوف النيم بالفيديو الجاي ان شاء الله، يكون عجبكم هذا الفيديو ونشوفكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.